الكره الى الجهه اليسرى، هذه العرضيه خطيره، سنابريا كنترول كرامو من الاول في الجول 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 كرامو الذي منع فريقه من الاول هو الذي يسجل لهم في هذه اللحظات. 1-0 للجراندي تورينو، 1-0 لكرامو، ثالث اهداف هذا الموسم يسجل في هذه اللحظات تورينو، 1-0 عن طريق كرامو، تلاعب بكل المدافعين في لحظة كانت فيها دربكة دفاعية وكان الأقدام كانت الأقدام ضائعة، كرامو يصل إلى المرمى. شوف اللقطة هنا، الكرة من سنابريا، مر من الأول، من الثاني، من الثالث، سدد على طول في الزاوية الصعبة لسكوروبسكي. 1-0 للجراندي تورينو. هنا اللقطة وهنا الكرة، الكرة تمشي حتى الشباك. خلاص يا كرامو، صححت خطأك الذي كان في بداية المباراة، بينما الفرحة للصغار قبل الكبار في مدرجات الأولمبيكو دي تورينو.